نساء يرتدين رؤوس الأبقار، موضة جديدة أم تخفي؟ يصادف سكان نيو دلهي منذ منتصف يونيو الماضي نساء بأقنعة تتمثل برؤوس البقر، ويرجع هذا السلوك الغريب إلى فنان هندي أراد أن يستخدم طريقة غير مألوفة للفت الأنظار والتنديد بمعاملة النساء في بلده. تعامل الأبقار في الهند بطريقة مبجلة في الديانة الهندوسية التي تعد أول ديانة فيها، وهي مبجلة لدرجة أنه في بعض أنحاء البلد تكون مسالخ البقر ممنوعة، وتوجد مجموعات رقابة لتعقب كل من يحاول بيع لحم البقر. أطلق المصور والفنان الهندي سوجارو غوش 24 سنة ويعيش في كالكوتا حملة تهدف لاحترام النساء وعدم ابتذالهن على غرار تبجيل الأبقار التي تحظى بالاحترام والحماية. وانتشرت الحملة بفضل مجموعة صور نشرت عبر انستغرام تظهر عليها نساء بأقنعة أبقار. السبب أنه خلال السنوات الأخيرة حدثت في الهند العديد من حالات التحرش الجنسي والاغتصاب كانت أحيانا تؤدي إلى موت الضحايا. الكثير من النساء اللواتي لبسن القناع لم يرتحن لفكرة لفت الانتباه إليهن، لكن عندما نشرت أولى الصور عبر انستغرام غيرت معظمهن رأيهن وأردن المشاركة في المشروع. وستظل المشكلة هي تطبيق القوانين، إذ يبدو في نهاية المطاف أن البقر يحظى بحماية أكبر من النساء. صحيح أن البقرة هي أم هندوسية، لكن المرأة هي أم المجتمع والبشرية.